جعبتك فاضية هو اللي يعطيك، هو مصدر معلوماتك أصلا. نعم، أي حصان مخرب يضبط، وأي حصان مضبوط يخرب. اللي يصير الحصان مضبوط أساسه جيد فأسهل تضبيطه، يعني بسرعة يضبط. يعني من الحصان أساسا معصوب خطأ تضبيطه شوي أصعب أبطأ، لكن يضبط. وبالنهاية بما أن المضبوط يخرب، طبيعي أن المخرب لو تركبه خطأ يخرب مرة ثانية بسرعة بعد أسرع، لكن بالنهاية كلها تضبط كلها تخرب. اللي يتكلم ويسولف ويشرب قهوة هذا عاد، إذا كان أي واحد يبغى أقدر أضبط لك حصان خمس دقائق لو بغيت يشرب قهوة. أقدر لو بغيت أضبط لك حصان خمس دقائق شغلت نص ساعة يضبط يكمل الميزان إن شاء الله ما يجي أي شيء لو بغيت، إن شاء الله ما أقدر. يعني أجل كل واحد يقدر يقول لي نفس الكلام. ربط التخريب بالتزليق طبعا، نعم نقطة ما تقبل النقاش طبعا. هل بالفعل يعني على النقطة اللي تكلمت فيها اللي قلت انه فسر مثلا ان الطبع ما يضبط الا عن طريق التزليق، افسر ايش ما افسر. اي طبع حقيقي في الجود في البدوك، طبعا بدوك استثناء لك حتى بدوك، او في الركوب طبع حقيقي، مو خلينا نشيل تشنيعتين مو خلينا نقول مسكمتين، طبع حقيقي متاصل في الحصان. ما في طريقه في التاريخ تقضي على الطبع الا تزليك. كلامي واضح؟ طبع حقيقي الجود او في البدوك او في الركوب، ما في طريقه ما اتكلم عن شخص، اتكلم عن طريقه تقضي عليه وبتوزنه وبتضبطه وبتحسنه، تقضي على الطبع الا التزليك. ليه؟ نرجع للواقع طبعا. اول شيء كما نشرح بوريك واقع، ثم نتكلم حصان في طبع تشنيع قبل ما ينعس اصلا، اثناء عصفي ليه؟ لين خلصت ما قد شلنا معي ثلاث مرات بس، واحده اخليه يشم فحل ومقطع موجود، والثانيه اخذت الهواء ورجع على الجنب، والثالثه نص تشنيع ونزل. طبع تشنيع يطلع من البدوك، شخص خبير يقاوده يشنع، شخص يركب خطا يقاوده يشنع، السايس يقاوده يشنع، الحصان الان راعيه يخليه يشم الفحل اتحدى يشنع ربع تشنيع. الحصان اللي فيه طبع متاصل تشنيع يقاوده حصان خبير، يقاوده غشيم، يقاوده طفل صغير، يقاوده السايس، كلهم معهم شنع، الان يشم فحل ما يشنع ربع تشنيعه. هذا واقع اثبت لك ان التزليق يرد اي طبع. هات حصانها الخاص، هات شخص متقن يقفل، مو بحصان في طبع تشنيع، مو بحصان في طبع قاموس، حصانها الخاص نفسه مدرب زين، وحطه في حاله خليه يلعب فيه. انتهى النقاش، خلص النقاش. حصانك الخاص لما يجي وقت الجد شنه غصب عنك، حصانك الخاص لما يجي وقت الجد قمص غصب عنك، حصانك الخاص لما يجي وقت الجد انطلق غصب عنك. فلما تتعامل مع حصان في طبع انطلاق او طبع قمص او طبع تشنيع، مستحيل تقضي عليه انك ما قضيت عليه بحصانك. اللي يصير انك تحسنه توزنه تضبطه، بس لما يجي اختبار قوي يرجع الطبع. في التزليق الطبع يزول، وش معناته الطبع يزول؟ هل ما يشنع؟ لا يشنع، ما يقمص تفضل انطلق تفضل. طب ليش ما شنع؟ ليش ما قمص؟ ليش ما انطلق؟ لانك قلت تفضل، انت ما ركزت على انه شنع او ما شنع، ما ركزت على انه انطلق او ما انطلق، قمص او ما قمص، انت ركزت على التحكم، حاولت تنطلق واستغلت الانطلاق عليك، حاولت تشنع استغلت التشنيع عليك، حاولت تقفل استغلت القفل تقمص استغلت القمص عليك. هنا يبدا الحصان ينصدم، يحس ان اي شيء بيسويه يصير عليه هو. فلما يحس ان لما شنع تحكمت فيه، لما قمص تحكمت فيه، لما حاول ينطق تحكمت فيه، شنع ليش؟ ليش معهم يشنع؟ لان كل ما شنع فاز، كل ما قمص فاز، فرغ له غصب عنك. لا وينسحب زليت فوقش منك بعد. فالتزليق وش تسوي؟ تسحب تشنع؟ انسى تشنع، وش الفرق بين التشنيع والوضع العادي؟ سحب وزللك، اعطيتني بجمع، تكيت بتكي، وانت تطيح انا ابغى تطيح انت، تحت ما تحت انت. مين الخسران؟ هو. ثالث قمص، ثالث انطلع. في الجود وفي الركوب ما بقول لك والله لا لا لا، ما في طريقه تقضي على الطبع الا التزليك عبر التاريخ. لاحظ، تقضي على الطبع، مو بتوزن تحسن زين ما شاء الله عليه، لا تقضي. يعني حصان كان يشنع في ابسط الحالات، اوصل لمرحله انه شمم الفرس مستحيل يشنع، اشمم الفحل مستحيل يشنع، امشي جنب فحل مستحيل يشنع. قارن لي بطريقه حصانك بكبره يشنع عشان الفرس من جدك؟ وش امدح نفسك ما فيك يا اخوي، امدح نفسك بشيء مو فيك،
وانتقد الآخرين ما فيهم، تنتقدهم فيهم فيهم فيك أنت. فنعم الطبع لا يمكن يقضى على الطبع إلا بطريقة واحدة بس. كلامي واضح، طبع حقيقي وتقضي عليه قضاء حقيقي. وضحت لك خطوات، جيب لي حصان اتفقنا انا وياك ان في طبع لا نقاش فيه، تاخذه وتدرب لي تدريب حقيقي تقضي على الطبع، بحيث ان نفس المحل اللي يسوي فيه الطبع مستحيل يسوي فيه الطبع. ان سويته فانت تزلق اصلا اوتوماتيكي، تقول لا ما زلق ورني سوى بدون ما تزلق ورني. وريتك بعسيف، وريتك بصال خاص، وريتك بخيل القواقع من الالف الى الياء، من بدايه تزلق من الالف الى الياء كلنا سنتين. اي احصاء بالذات التشنيع، كم صار انا ابسط ابسط بس في بالذات التشنيع اللي هم يعني هم شو الهم شو الهم التشنيع بالذات صار في طابع تشنيع يشيلها خمس دقائق ست دقائق ما عاد يفحج محله، ما عاد يطلع ربع تشنيع. اذا اول شيء اسويه مع الحصان اللي يشنع انت تقول تفضل شنع، نتعامل مع حصان يشنع شرطهم في اربع يقعدون لواشه حوسه، اول شيء اسويه مع حصان يشنع انتقل يعني اعطيه فرصه يشنع واعطيه استفزه من ممكن يخليه يشنع. اول شيء اسويه مع حصان جيت تقعيه اخوفه، اول نقطتين سويتها مع الخيل رغبه ورهبه، اول شيء اسويه اني اخوفك زياده او استفزك زياده. ليه؟ اني ابغى اوضح لاني من مانعك من التشنيع. طب احنا ما منعنا من التشنيع، تلعب على مين يعني مثل ما منعت من التشنيع؟ سلك لي انت قايل لا تسحب، وانت قايل لا تتكي، وانت قايل بس فض بحدود التفضيه شنع غصب عنك، وانا مخليه يشنع غصب عنك وعلى كيفك، هو مشنع فيك غصب. اذا كنت بالفعل تقول انا مخليه يشنع لا تخليه يشنع، ابي تطلع اليوم طالعه كامل بدون ما يشنع، ثم بكره خليه يشنع. اقدر ما ودي انا لما اقدر ما ودي اوريك اني اقدر، ثم ما ودي عليك توريني الان شنع غصب عنك، ولما شنع غصب عنك قلت انا مخليه، انا معطيه فرصه، انا محرره. قلت له ماشي ماشي فرق بينكم اللي يركب خطا، اللي يركب خطا يهج فيه الصاق انا مخليه يهج، واذا قمص فيك انا مخليه يقمص، وإذا شنع فيك أنا مخليه يشنع. إذا ليش نعلم الناس الركوب؟ ليش نحس ركوبهم؟ هم ركوبهم أحسن منا، أسوأ واحد في الركوب حاليا في العالم، وأكثر واحد حصان ينطلق فيه، وأكثر واحد حصان يحوس. إذا حصان ما عم يتحرر مستانس مبسوط ما شاء الله عليه، يبغى فلترة. النقطة الأخيرة، طيب في عدة سؤال سيئة بس خلينا نقاضي كلمة ترتبط بالتزليق بعدين عاد الباقي عطوا مقطع فيديو آخر. البلهم والتزليق، هل يشترط الركوب بالبلهم أو يعني هل اركب الفيلم او لا؟ الفيلم والتزليق تكلمت عنه في مقطع الشكايم، قطع الشكايم موازي اللي ما شاء الله يرجع لنا، صعب اني اكرره مره ثانيه. شرح الشكايم والبلاستيك والربر والشكايم، مقاطع الشكايم موازي جدا. تغيير الشكيمه وشرح تكثير بشرح شرح سريع، تغيير الشكيمه ثلاث انواع، وتكلمت في مقطع الشكايم ما ادري نزلته ولا ما نزلته. تغيير الشكيمه ثلاث انواع، الغشيم غير او ما غير ما تفرق معه، لان راكب خطا هنا وهنا ما تفرق معه. اللي ركوبة بينه وبين ما هو بسيء مرة ولا بجيد مرة، يرجعون البعض الحصان يرجع له أو هو يرجع للحصان، يعني يركب شكيمة هو مجهز له بس الحصان جاهز له فيرجع للحصان، أو ممكن يركب الحصان بشكيمة هو مجهز لها الحصان لكن هو جاهز له فيرجعون البعض. المتقن يغير للحصان، يركب الشيء اللي يبغاه الحصان مو هو يبغاه، لأنه تحكم الحصان بالفندق أو ثلاثة أو الأربعة أو بيهم. تبغى تربطها بالتزليق، التزليق ما يرتبط بأدوات معينة أو بشكاية معينة. تركب سيرج، تركب عنان، تركب سروع، تركب حبل، تركب شكيمه، تركب اللي تبغاه. بشكل عام التزليق ليس ضد اي شيء. كون الركوب دون سيرج اسرع نعم، كون عنان الجلد ادق اصعب نعم، كل ما صعبت الفكره كل ما صار التزليق اسرع، وكل ما قل الصعوبه صار التزليق ابطا فقط، لكن مو ضد التزليق. الطرق الاخرى لا، الادوات لها شيء اساسي في الطريقه، التزليق مو ضد اي ادوات لان بنهايه تزلق لكن ابطا، كل ما زادت الصعوبة كل ما صار أسرع. فالبلهم في التزليق، تربطها بالتزليق، البلهم في التزليق ما لها أي علاقة بالطريقة. إذا كنت متقن تغير الشكيمة للحصان، إذا كنت بين وبين يرجلك أو ترجعني، إذا كنت تركب خطأ ما أنت مطالب تركب فيها، ولو ركب فيها عادي ما لها دخل بالطريقة. في القفل نعم، القفل طبعا القفل راعي القفل يعني الدقة، ما كان القفل بزران، كان القفل حقيقي. القفل الحقيقي البلهم أساسية في القفل، إنها تزلق عن الخيال، الخيال يقفل والبلهم تزلق عنه، يصير في موازنة. التزليق البلهم أساسية لا طبعا. بالنسبة لي أنا إذا كنت متقن مع أي حصان أبدأ بسنافل لو دقيقتين بس، بس أركبه على الفم وأقعد دقيقتين، أو تركب الحبل على الفم وتقعد،
يتحكم في تحكم تام، حصلت على ما اريد، كل شيء مضبوط، وحسيت ان شدوق الحصان مين مرتاحه، انا ممكن لو استمرت تزلق او ما يرتاح الراحه المطلوبه اركب البلهم، من البلهم ضغطها على الفك وليس على الشدوق، تريح الشدوق تحط الضغط على الفك، فاذا كان الحصان متضايقه شدوقه او لاحظه متضايقه مو مرتاحه بقدر ما اريد، انا عاده الحصان موزون مرتاح لكن مو مرتاح بالقدر اللي تبغاه، تبغى تريح زياده فتركب البلهم، تصير هي تزلق وانت تزلق. ابغى اشوف فرق هنا بينها وبين القفل في التزليق، لما عند تزلق مستحيل يقبل تزليق، تزليق دقيق مره، فلما تركب البلهم بلهم تزليقها مو دقيق متكلف يغلبها الحصان، فانت تقول بما انك ما قدرت تغلبني يلا بعد شيء تغلب اغلب البلهم، ما هو الدليل؟ اني بديت سنافر وتحكمت فيه بسنافر وحصلت على خفه اكثر بسنافر وزنت اكثر بسنافر ويوم كان صعب ركبته بسنافر والحصان الجديد بسنافر والحصان الحار بسنافر وانطلاقه السباق بسنافر واول يوم عش بسنافر وبغى ينقلب بسنافر ودق ريوس بسنافر، غيرت الفيلم ليش؟ عشان اريح شدوقه. هناك ركبت الفيلم ليش؟ عشان ما يهج بي. ركبت الفيلم ليش؟ عشان ما يقمص بي. فادت؟ لا والله بعد ثلاث ايام كسرني بس. اذا هذا الفيلم اساسيه في التزليق؟ لا طبعا. هل السنافر الاساسيه في التزليق؟ لا طبعا، انت مطالب انك تسوي اللي انا اسويه انك تركب اي حصان سنافر، لا اركب اللي تبغاه، بس بالنسبه لي انا ارى انك اذا اتقنت الاساسيات هي البلهم والسنافل واي شكيمه اخرى اقل شانا من انك تركب فيها، مجربك لو عارفه. وتكلمت موضوع الشكام اللي ما يعرف الموضوع ده تكلم يرجع لمقطع الشكاري. انا شخصيا ابدا بالسنافل مع اي حصان لو دقيقتين او تركب الحبل على الفم. يعني قبل تركيب البلهم اذا كان جاهز البلهم لابد انه يكون عرف يدي عن طريق الفم سواء مقود على الفم او سنافل او حكر التفاح مع انه ضدها تماما يعني، لكن الزبده اني عارف يدك يعني عارف يدك على الشدك ثم يعرف يدك على الفم. بالنسبة للشخص المبتدئ أنصح فيها أو لا؟ هذا تكلمت عنه في مقطع الكلام والسنافر، هل أنصح المبتدئ فيها أو لا؟ أتوقع أني تكلمت فيه، ما أدري عاد نزل أو ما نزل، ما أتذكر. لكن باختصار شديد يمكن تركب خطأ، تركب بالفيلم تركب خطأ، تركب بالسنافر تركب خطأ. هل هذه تطورك أسرع؟ مو بشرط. هل هذه تطورك أسرع؟ مو بشرط. إذا وش القصة؟ القصة أنك راكب الحصان حاسس هنا وهنا. هذه ضغطها على الشدك، عاسر الحصان، تقفل الحصان قبل واحد وانتهينا، عاسر الحصان. هذيك تزلق بالحصان. فلما انت تركب خطا وتركب البلهم، البلهم احسن منك، تركب احسن منك. مش معناته تركب احسن منك معناته انها تزلق اكثر منك، ومعناته انها اقوى، ومعناته انها حر، تزلق اكثر منك. اللي يصير انه بعد ثلاث ايام لما حصان يغلبها تزلقها متكلف واصلا خلقها في غالبك حاسك، لكن لما تركب شكيمه اصلا حمقى عاشره الحصان وانت عاشره يصير حوسته لك اقل، ما لها علاقه بالقوه الا قويه. البلهم اقوى، طب اركب فيها وري اثبت لي انها قويه، خرط مش اقوى، انت هذه قويه ودي ضعيفه، مميز الدين انها قويه صح؟ اركب بالقويه وتحكم زي الخيال يا كذاب. انت ف ما لها اي علاقه في نظري، بس طبعا يلعبون على الشخص المبتدئ، بس بالنسبه لي انا يعني الشخص المبتدئ بس انا اقول له ما تفرق، اركب اللي يريحك، لان في البدايه ما انت مزلق لا هنا ولا هنا ولا تقف هنا، تركب خطا فطبيعي انك تركب اللي تبغاه. هل انصح بالفيلم ولا السنافل؟ حسب وضعك، حسب الحصان. بشكل عام الفيلم احسن من نواحي والسنافل احسن من نواحي، الضغط على الفك السنافل احسن والضغط على الشدك الفيلم احسن. الفيلم تزلق والسنافل تعسك. الضغط على الشدك ضغط. الفيلم يعني فيها امتصاص، لكن كلها مع الوقت متكلف، هذه عسره متكلف وتزليق متكلف، فالحصان يغلب الثنتين. ليش انصح بعض الناس بالركوب بالسنافل؟ لان الفيلم تزلق، فلما الحصان يحس انها وزنتها عنك مع الوقت يغلبها، هي يصير غلبه لك قوي مره يجيك بالنفاع، لكن اللي يغلب يغلبها اقل فقط. تطوير الركوب، هل هذه تطورها اسرع وهذه تطورها اسرع؟ تكلمت كثير ما راح اكرر مره ثانيه، مستحيل ان الشكيمه تتدخل في سرعه تطوير الركوب. ان كان الحصان جاهز للبلهم، البلهم تطور ركوبك اكثر. ان كان الحصان جاهز للسنافل، السنافل تطور ركوبك اكثر. لا البلهم ما تطور ركوب. ليه؟ قل لهم يجاوبونك ليش؟ قل لهم بس قل لي انت يبح تمسك المخرج الاول وينقلب وتجيب التنده بيعطيك كلام جميل بس خيالي. انا اسال سؤال واحد، ما تطور ركوبه ليه؟ جاوبني. بيقول لك انها بتوزن الحصان عنك، معناته اللي وزن الحصان الشكيمه هو بخيال صح؟ اذا اركب الحصان يعني انا بجيب لك اياه وخلي الشكيمه توزن وري. اللي قال لك الكلام هذا انا بجيب الحصان معين وابغاه يوريني كيف الشكيمه توزن الحصان معه، ثم اذا خلص انا اخذ الحصان النحاس اللي العب فيه لعب واركب عليه حبل على الفم واجيب النتائج اللي جبتها بالشكيمه قطعه واحده او الشكيمه مرسومه.
ويجو ما تطورك صح؟ انا اقول لك قل لي ليش؟ يو كان توزن حصان عنك او تساعدك على الحصان. انا اقول جيبه هو وانا بجيب الحصان معين وبطلب منه نتائج معينه، معينه يحط سكين على الحصان، مو بشكل يحط سكين. اقول جيب نتائج معينه، عقب ما يفشل بركب مقود على فم الحصان واجيب النتائج نفسها. استمر تناقش، استمر تتكلم، ما نوم هو ما كنت. فهل الفيلم له علاقه بالطريقه؟ ما لها. في القفل نعم لها علاقه، الفيلم اساس في القفل، ان ادوس اساس في القفل، السرج اساس في القفل، ومن لا يركب بهذه الادوات في قفله او في قفله نظر لا نقاش فيه. طبعا تقول عندي في اشخاص خبراء يقفلون، ما في كلام، خبير وحصان وعنده نظريته، بس انا خالفه. انا ارى انه يقفل، بدل يقفل، بدل متقن في القفل، لكن اللي سواه دهور قفله، خرب قفله. اذا كان مثلا خلينا نقول 80 في درجه في القفل او 90 في القفل، بسبب تركه لبعض الادوات صار 70 في القفل. زلق ما زلق، ما زال في القفل. لكن قفله اقل بسبب ترك الادوات. الادوات اساس في القفل، لا نقاش فيها. في التزليك الادوات ليست اساس، لكنها يعني حسب الوضع. بالنسبه للخيال التغيير الحصان ماك شغل ابدا. بالنسبه اللي بينه وبين يرجعون بعض، بالنسبه ليركب خطا خذ راحتك انت، ماك شغل الحصان، انت مع الوقت تتطور، لان بالنهايه ما يفرق فرق واضح. النقطه الاخيره مرتبطه بالتزليك، هل اشترط في التزليك النال الجلد؟ لا طبعا ما اشترط في التزليك النال الجلد، والدليل انك تقاوم الحصان اصلا مقود. تقاوم الحصان تقاوم الحبل ما تقاوم الجلد. لكن العنان الجلد والحبل او العنان العريض مره او الثقيل مره والعنان السخيف، كل ما خفت يدك صارت يدك خفيفه على الحصان، حبيت السروع يكون خفيف، ما تكون معك، ما تكون دقيق، ما تستعمل قوه. وكل ما كانت يدك حنقاء تعشر تستعمل قوه، تبغى شيء عريض قوي ثقيل. فانت كنت تستعمل القوه، تعسر الحبل احسن لك من الجلد طبيعي. اذا كنت تحس ان يدك بدات تشتغل وتستعمل اصابع، الجلد احسن لك من الحبل. مو فقط ان الجلد اقل حراره من الحبل، هو الحبل لما يحرك اليد ايش بتسوي؟ يدك تتعور، ايش تسوي؟ تتدخل بشغلك، الحصان يبدا يحس بتدخل يدك في شغلك. يكون بحبل يدينا ثابته، اما يده ثقيله يعسر، شخص حمار مثلا صحيح او يعسر، او شخص اسلوبه مسكه واحده، سواء خيال في طرق القفل، بعض طرق القفل يكون بحبل، او جوكي مثلا مسكه واحده، او مثلا راعي قفز مسكه واحده طول طول القفز. يحب مثلا عنان الربل اللي هو فيه ملبس او عنان الحبل. لكن بشكل عام كل ما زادت خيالتك كل ما احتجت القرب من الحصان اكثر. ف ما هو شيء مشترط ابدا، سواء الفيلم او سنافر او الايد. اركب سيرتش، اركب بدون سيرتش، اركب فيلم، اركب سنافل، اركب اللي تبغاه، بالنهايه تقدر تزلق. لكن كل ما صعب الوضع لا شك انه اسرع في التزليق. الطرق الاخرى في ادوات معينه ما ركبت فيها ما تقفل اصلا. تسلك نفسك، تسلك نفسك، ما قفلت. كون الشخص سواها ثم قفل ثم تركها، قفل انه سواها. مع ذلك يوم تركها الان قاعد تدهور قفله، قاعد يطيح مستوى قفله، قاعد ينزل. قارن قفله حاليا بقفله من اول، فرق شاسع. خبره زادت ما في كلام. الموهبه كما هي ما في كلام، لكن الدقه انحدرت، انحدار قوي جدا. هذا رأيي في النقاط هذه وعلى مستوى